يواصل معبر رفح المصري استقبال الشاحنات الإغاثية التي تدخل لدعم الأشقاء الفلسطينيين. تحوي هذه الشاحنات عدد من المواد الغذائية ومستلزمات الطبية ومواد الإعاشة، إضافة لدخول شاحنات وقود من السولار والغاز والمزيد. يطلعنا عليها الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. بعد التحية لازلنا نتابع معكم من أمام معبر رفح البري الجهود المتواصلة لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة عبر معبر رفح البري. نتابع معكم في هذه اللحظات تحديدا دخول الدفعة الثانية من هذه الشاحنات التي تحمل عدد كبير من المواد الطبية وأيضا مواد الإعاشة والمواد الإغاثية والإيوائية. هذه الشاحنات تدخل الآن من خلال معبر رفح. نتحدث عن أن هذه الدفعة الثانية هي تحمل 40 شاحنة من الشاحنات المحملة بعدد كبير من المستلزمات الغذائية. كما تتابعون هذه البوابة التي يدخل منها هذه الشاحنات، تتجه هذه الشاحنات تحديدا إلى معبر كرم أبو سالم. هذه الدفعة بعد أن دخلت الدفعة الأولى صباح هذا اليوم، نتحدث تحديدا عن 18 شاحنة دخلوا بالفعل إلى معبر العوجة، ثم تلاهم 40 شاحنة دخلوا إلى معبر كرم أبو سالم، بالإضافة إلى عدد 7 سيارات إسعاف تابعة، 3 سيارات تابعة لدولة قطر و4 سيارات تابعة لدولة الكويت. فبالتالي يصبح إجمالي الدفعتين حتى هذه اللحظة 98 شاحنة موزعين بالطبع كما تحدثنا على معبر كرم أبو سالم أو معبر العوجة. فبالتالي هذه الشاحنات تدخل ليتم تفتيشها ثم تتوجه إلى المنطقة المحايدة تمهيدا لدخولها إلى معبر رفح. وهناك صورة متزايدة لدخول هذه الشاحنات في هذه الفترة تحديدا، وربما الأمل أيضا على أن يكون هناك هدنة إنسانية قادمة. فبالتالي من المتوقع أن يساعد ذلك في إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية والغذائية، سواء الموجودة هنا أمام معبر رفح أو حتى الشاحنات التي تأتي تباعا. هذا فيما يتعلق بدخول الشاحنات والمساعدات الإنسانية. على الجانب الآخر فيما يتعلق باستقبال المصابين والجرحى، سيارات الإسعاف التي تتواجد هنا أمام معبر رفح تمهيدا لدخول عدد من المصابين على مدار اليوم. معبر رفح لازال يستقبل يوميا عدد من المصابين لتقديم كل الرعاية الصحية لهم، وتنفيذا بالطبع لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.